معانا احمد من هولندا. استاذ احمد احكي عن مرسي، يا ترى تحكي ايه عن مرسي؟ هنحكي طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعني الدكتور مرسي اللي هو الرئيس الشرعي لجمهوريه مصر العربيه كان رجل كان عنده رؤيه لمستقبل مصر وشعبها من صناعه دواء وغذاء وسلاح. كان يريد مصر مكانه كبيره اللي هي بتستحقها بين العالم، وجيش قوي، شعب وجيش يحمي شعبه ويحمي حدوده. النهارده اللي احنا شايفينه اخ احمد، الشعب عيني ولا حريه ولا كرامه ولا عزه، وبيقارن الوطن بشويه بطاطس. يعني انا مش عارف مصر الكبيره، مصر يعني عندها ثروات وخيرات تقارن بشويه بطاطس. يعني الراجل اللي هو النهارده اللي ماسك المنقلب دوت راجل مفسد، حجموا مصر بالظلم والقتل وسجن وقتل وتعذيب رجال ونساء، مفيش عنده دخل ولا رجوله. هم خون عملاء يقتلون الشعب ويتعاونون مع الكيان الصهيوني المحتل ضد شعوبهم، وتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنازل على الثروات بتاعت مصر من النيل والجزر. نعم. وهو عمال يبيع وجاي بقى جده بينفذها. وشكرا لك. شكرا ليك، بشكرك استاذ احمد.